وشوشة. السينما بتعتمد على التكثيف، اوكي؟ فانت اصلا الفكره بتاعت الفيلم كله هي فكره بتاعت 1000 سطر. اي فيلم كبير خالص فكرته بتاعت 1000 سطر، تمام؟ الفكره اللي انت عايز تعمل سطر واحد، لازم عندك سطر، زي ما انت عندك لاين فيلم، الفيلم او العمل الفني، تمام؟ لازم تطلع منه بلاين لما تيجي تقولي انت بتعمل ايه، اقول لك الفيلم بيتكلم عن كذا، تمام؟ بس فهو كانت الفكره ان انت لما تبني فيلم على التكثيف، تمام، الفيلم الدقيقه ينفع يتعمل فيلم، يعني الفيلم ده ممكن يطول، يبقى ممكن يبقى 5 دقائق، ممكن يبقى 6 دقائق، ممكن يوصل لساعه، اوكي؟ فانا اشتغلت على الفكره دي، فكره التكثيف، ان انا دلوقتي اكثف الفيلم. هي فكره بنت بتهرب من المظاهرات، بتقابل ولد مصاب، ما بتلاقيش حاجه تعالجه بيها غير طرحتها، فبتخلع الطرحه وبتحطها على راسه. دي كانت فكره الفيلم ببساطه جدا. لما مغلقها كان كلمني استاذ عمرو كمال مدير شركه البرامج بتاعه سينرجي، تمام، وحكى لي الفكره، تمام. قعدت ساعتها مع استاذ زياد صالح كرييتيف دايركتور بتاع السينرجي، وقعدنا هم حكوا لي الفكره، تمام. انا انبهرت جدا ان احنا هنعمل جرائم قتل حصل بحق وحقيقي. كان عندي كنت اكسايتد جدا بقى. والله هي بتيجي لوحدها، والله والله بتيجي لوحدها، تمام. فرحت اشتغلنا على الموضوع. وكمان هو كان بيكتبه محمد جلال ده صديقي من زمان جدا، من ايام ما كنا صعليق يعني، فهو صديقي من زمان جدا. اول عمل في حياتي، يعني اول حاجه اتعرضت في التلفزيون، كنت بعمل برنامج اسمه مستشاره كده 2013، كان كاتبه يعني محمد جلال شارك فيه بافكار يعني، تمام. فانا كنت بحب محمد جلال جدا، ومحمد جلال اللي احنا مع بعض طول الوقت يعني، ده صديق قريب. فمحمد كان هكتبه، فانا قلت خلاص يلا يا جماعه انا دن، اوكي انا تمام. وقعدت بقى، كنا بنسمع القضايا وبنشتغل على القضايا بتتعمل ازاي. فانا كان عاجبني ان جرائم قتل حقيقيه، ونقول للناس خدوا بالكم، وانا كنت متحمس جدا ان اقول للناس خدوا بالكم دي، عشان كان اكتشفت ان في كل قضايا حاجات بسيطه احنا بنعملها كل يوم هي تبقى سبب ان احنا ممكن الواحد يفقد حياته او يفقد حاجه من ممتلكاته او حاجات بسيطه جدا يعني. في حلقه معينه هي معلقه، جريمه قتل حلوان. جريمه قتل حلوان، الست اللي قتلت قريبتها علشان هي مزنوقه في فلوس، دي اكتر واحده انا بحبها. وكمان كان معايا فيها ممثله لشين لشين، تمام، و هي يعني غيرنا لها شكلها خالص، هي كانت سعيده بالموضوع ده. فانا بحب الحلقه دي جدا، انا بحسها حتى دراميا هي احسن واحده فيها. طب بمناسبه بقى دراميا، مين اكتر اللي بتفضل البرامج ولا الدراما؟ لا دراما طبعا. عشان دراما فيها مشاعر واحاسيس وحاجات كتير. لا بس عشان مش كل البرامج يعني، اقول لك انا حتى البرامج اللي اخرجتها طول حياتي انا ما اخرجتش برامج استوديو خالص، كلها رياليتي يعني، كلها فيها حركه وفيها شارع وطول الوقت. انا الفتره دي لما حتى كنت اشتغلت في شويه مع OSN، انا كنت بتاع البرامج الشارع، انا بحب انزل الشارع جدا وما عنديش مشكله جدا، وما عنديش مشكله ان انا انزل الف في الشوارع وعشان اخد مشهد حاجه معينه، او اخد قطه ماشيه على سور فاقعد الف طول النهار عشان يعني. ده كمان اللي علموه لي الديكومنتري، تمام، ان الحاجات الواقعيه صعب ان انت تلاقيها، تمام، ولازم تجتهد عشان تلاقيها، وازاي لما تلاقيها تعرف تاخدها بسرعه، تمام. انا بعمل ده في الدراما، انت لو لقيت ايه لازم ده يتاخد دلوقتي حالا، تمام. ده مش كل الناس بتعرف تعمله. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديده من وشوشه.